معانا الجانب الآخر المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق الإنسان، وهو كان الحقيقة مهتم جدا بقضايا خاصة بأزمة الحريات الدينية في مصر والأزمة الأخيرة الخاصة بالشابة القبطية نانسي مجدي. نانسي مجدي الحقيقة تعرضت لموقف لا تحسد عليه، وهو رصد سيدتين منتقبتين لها في محطات مترو، الخط اللي هو بتاع المرج حلوان، وقصوا شعرها من ورا بعد يعني تضييق عليها وهربوا فارين. ليست الحالة الأولى، لدينا 3 حالات، وأيضا في صورة ممكن نعرضها لطفلة، طفلة تم قص شعرها في المترو من سيدة منتقبة، وقالت لها أنت مش عارفة ممكن أعمل فيكي إيه، وقالت أنا زعلانة على الموقف أكتر من شعري، والأب باباها يعني أكد إن هي جماعات متشددة وراء الحادث. عندنا رحم سامي الصحفية في 2017 تم قص شعرها، وأيضا نرمين صامويل في 2012، وعندنا حالتين تانيين لفتاتين تم قص شعرهم، وده لمحاولة إجبار الفتيات حتى المسيحيات في مصر على ارتداء حجاب. المستشار نجيب جبرائيل، تعليق حضرتك على هذه المهازل التي تحدث على في الأماكن العامة وفي المواصلات العامة في مصر. أستاذ فادي، فعلا الحقيقة يعني هذه الوقائع أصبحت ظاهرة اليوم، اللي احنا عاصرنا في تحديدا في 2012 أكثر من 3 أوقات. طيب نحاول نرجع تاني للمستشار نجيب جبرائيل لاستكمال كلامه. أنا عايز أستعرض معاكم الحالة اللي حصلت للشابة القبطية نريمان سامي. هي بتقول بالتحديد اللي حصل ليها إن هي أثناء جلوسها في محطة منشية الصدر فوجئت بامرأتين تدفعها بذراعيها بعيدا عن مكانها وسحلها، مضيفة أن منتقبة أخرى قامت بإخراج مقص من حقيبتها وقصت شعرها. تابعت نريمان في تحقيقات أمام وكيل النيابة بتحقيقات دائي القبة أنها تجنبتهما ووقفت عند باب المترو حتى لا تتطاول أو يعني اعتدوا عليها مرة أخرى، وعندما وصول لمحطة كوبري القبة وفتح الباب العربة دفعتها المنتقبة خارج العربة فوقعت على رصيف مما أدى إلى إصابتها. أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المنتقبتين، كان ده ولا أي نتيجة حصلت فيه، وتقديم تحريات المباحث حول الأمر. المستشار نجيب رجع معانا تاني، مش كده؟ مع المستشار معانا؟ طيب نرجع له تاني. قال مصدر أمني أن الجهات الأمنية خصصت عددا من السيدات لمراقبة عربات السيدات خلال الفترة المقبلة متفاوتة لضبط المتهمات في تلك الجريمة، لأنهم المنتقبات طبعا مطموسين الوجه والملامح محدش هيعرفهم، وأزمة النقاب مش بس في قص شعر في فتاة قبطية في المواصلات العامة، احنا عندنا أزمة النقاب في كل حاجة، في تهريب مخدرات، في دعارة، في أمور كتيرة قوي، وكل اللي يعني حد بيفتح أخبار الحوادث أو صفحات الحوادث بيلاقي واحد بيلبس لبس نقاب عشان يروح يعمل يعني جريمة زنا مع واحدة في بيت، بس طبعا بيخيل الناس ان دي صديقتها، واحد بحوزته مخدرات داخل الإسدال بتاعه، داخل الإسدال بتاعها فبيتم ضبطها بالصدفة. عندي فيديوهات منتشرة جدا على السوشيال ميديا للمنتقبات بيخشوا متاجر أو محلات سوبر ماركت وبيعبوا جوه الإزال بتاعهم حاجات وبيخبوها علشان يسرقوها، وكل دوت تحت سترة الإزدال. احنا الكلام ده واضح جدا، لسنا في مواجهة أو في عداء مع دين ولا في أي رمز ديني، لكن أن يستغل شيء من أجل يعني ارتكاب جرائم، لا. هولندا مؤخرا منعت الحجاب ومنعت النقاب لاي حد بيرتدي المواصلات العامه، لانه بتجرى حوادث، بتجرى ازمات، بتجرى مصايب من وراء الاسدال والنقاب. معانا تاني المستشار نجيب ابراهيم. مساء الخير يا معالي المستشار، حضرتك معانا؟ مستشار نجيب جبرائيل، واضح في مشكله في الخط، يا ريت نرجعه تاني. الو،
أستاذ. ايوه يا فندم، حضرتك اتفضل كمل كلامك. هو يعني احنا اعتقدنا ان كان في 3 حالات في 2012 2013 هي وتقريبا نفس خط مترو. ايوه رمسيس. الحاله الاولى كانت في حدائق القبه، الحاله الاخيره كانت في دار السلام. هو فعلا خط المترو القديم زي ما بيقولوا عليه كده، هو ده اللي تجرى عليه الحوادث دي. كان كل سنه تقريبا او حاجه زي كده، لكن الحقيقه يعني كان بتاثر الاخوان والسلفيين، لكن يبدو ان الامر عاد بشده في ظهور حاجتين. نانسي واحده او امبارح تقريبا في نانسي مجدي، نانسي مجدي نريمان صمويل، البنت الطفله اسمها ماجي ميلاد اللي تقصر برضه شعرها في ثانيه اعدادي 13 سنه، ورحمه سامي دي صحفيه في 2017، وعندنا حالات ثانيه يمكن بس ما اعلنتش عن نفسها. بالظبط، فاصبحت تشكل ظاهره على الرغم من وجود يعني ضابطات شرطه في المترو، لكن يبدو ان الامر استخف بطريقه معلنه وفجاه، وانهم غير عاديين الحقيقه بالشرطه او غيره. لكن عايز اقول استاذي معلش سعادتك، البعض على التواصل الاجتماعي شاف في الواقعه دي باعتبار اني ما اتعملتش محضر بالنسبه للاغنيه نانسي. انا عايز اقول ان يا ريت يتسب لهم تليفوني عندكم في القناه، اتصلوا بيا لان عاوز اجمع كل الامور دي كلها، وانا اروح مكتب النائب العام لان دي فكره خطيره، وخاصه ان في بعض دلوقتي بعض المواقع نشرت لي مدعو ابو يحيى هو بيتبنى موضوع اسلمه الفتيات، والموضوع خطير جدا الحقيقه انا شايفه، وبقول ان لازم يتخذ اجراء. مش في ان احنا بس مجرد ندي بيان وكده، لكن لازم نجمع يعني الفتيات كلها او البنات كلها، واروح معاهم مكتب النائب العام عشان يتخذ اجراء ويبحث هذه الظاهره الخطيره ومن وراء هذه الزياره من الجماعات السلفيه. عايزين ننشط ذاكره المشاهدين يا معالي المستشار بخصوص ابو يحيى اللي حضرتك ذكرته، ابو يحيى او مفتاح في منتهى الخطوره. ده واحد من اشاوس الجماعات السلفيه الجهاديه، وبتاع اختي كاميليا اختي وفاء والافلام ديت اللي احنا عانينا منها سنين. اول امبارح تحديدا طلع بنت صغيره وهي منقبه وتنطق بالشهادتين. انا عايز افهم ان هو بهذا الظهور الفاجئ على المواقع زي ياسر الرامي وغيره، ازاي ان يعني جرائم الانترنت وجرائم مكافحه هذه الجريمه لم تصل اليه بعد. فالحقيقه احنا بس انا دايما بنبه بناتنا الحقيقه من خلالكم ومنبر والقناه الموقره ان هم ما يفوتوش فرصه مهما كان هناك عياء وهناك يعني خوف او غيره، لابد ان هم يثبتوا هذه الوقائع حتى نقطه الشرطه في مظبوط محطه الشرطه. مهم جدا ان احنا بنروح الحقيقه بقول طب فين مخرج عمل؟ فين الواقع اللي عملت؟ لكن مجرد ان هي تظهر يعني شعرها تظهر على المواقع التواصل الاجتماعي من غير دليل ومن غير محضر، فالبعض يشكك. حتى انت عارف للاسف في الصناعه دي من زمان في ثلاث وقعات 2012 2013. لا انا عايز الحقيقه ان هم يعني حتى لما كانش عامل محاضر نيجي نعمل محاضر من جديد تاني، عشان حتى لو بعد 2 أو 3 أو 4 مش هيضرنا، وعشان عايزين محاضر فبنستند رسمي نروح دي مكتب النائب العام. طب بس معلش على المستوى بقى القانوني، بما حضرتك مستشار قانوني، حضرتك وجهت تنبيه للبنات وبرضو نصيحة ليهم بعدم السكوت على هذه الحوادث اللي للأسف بقت ظاهرة شئنا ام ابينا. احنا بنتكلم بقى بصراحه، مش عايزين بقى نقول ودوله واستقرار، لا عندنا ازمه داخليه اكتر ما احنا بندافع عن الارهاب بره، عندنا تشدد وعندنا تطرف جوه بالهبل جوه شوارعنا وجوه محطات المترو وجوه المدارس وجوه الجامعات وجوه المؤسسات جوه كل حته، في تطرف وفي تشدد اكتر من الارهاب اللي موجود على الحدود في سيناء ولا غيره. بعد اذنك انا عايز اقول حاجه مهمه جدا زمان، اتفضل. عشان القارئ اللي بيشاهد يعرف دي مش جنحه، دي جنايه يسموها جريمه احتجاز بنت بمرض حق والاعتداء عليها وترهيبها شعرها ما قصرش احتجزت بين اثنين وقصر شعرها، فدي جريمه احتجاز، دي جنايه في القانون مش جنحه يا جماعه، دي جنايه. انا خبرتها تروح من 17 سنه، فيا ريت ان يتعمل محاضر بهذا الشان عشان ناخد اجراءاتنا. الحقيقه برضه ان احنا مش بنناشد مطالب داخليه، وباعتبار هذه الجريمه الحقيقه هي جريمه يعني
فتح الوحدة الوطنية وأيضا الناس فيه محتاجين حماية تهدد السلم العام والأمن العام في مصر من نفسهم. نعم. طيب معلش بقى على المستوى القانوني مع المستشار دلوقتي من 2012 واحنا في 2019 وقلنا اول حادثه برغم ان انا اشك في ذلك حادثه نريمان سامي في 2012 في محطه مترو حدائق القبه لما تقص شعرها وبنفس الطريقه من سيدتين منتقبتين بالمقص. النهارده نانسي مجدي من سيدتين منتقبتين في محطه دار السلام بقطر. وقبليها ماجي ميلاد الطفله اللي عندها 12 سنه ولا 13 سنه في تاني اعدادي اللي تقص شعرها بنفس الطريقه وتقال لها يا كفره. وبعديها رحمه سامي الصحفيه دي مسلمه لكن غير محجبه تقص شعرها برضه نفس الطريقه وطلعت في الفضائيات وطلعت في العشرة مساء وبرامج كتيره توك شو. كل مره بتعمل محاضر وبيصدر قرار من وكيل النيابة بسرعة ضبط إحضار السيدتين المنتقبتين دول. هو أساسا أنا مش عارف إزاي هيحضروا سيدتين منتقبتين، منتقبتين هتعرفوهم إزاي؟ ولو جبت المنتقبات اللي في مصر أنتوا كده يعني بشكل عشوائي. الفكرة بقى دلوقتي هل جاء الوقت لحظر النقاب في المواصلات والأماكن العامة لخطرته لارتكاب جرائم تحت سترة هذا النقاب وهذا الإسدال؟ كما حدث في هولندا يا معالي المستشار. محطات المترو تعتبر اماكن عامه باذن الله تقل عن المدارس او المستشفيات. احنا نفترض حضر النقاط في هذه الاماكن العامه بالظبط في اماكن مرتبطه بمصالح اخرين ومرتبطه بالاحتكاك باخرين ومرتبطه بالتعامل مع اخرين. فالحقيقه انا بعتبر هذه الاماكن اماكن عامه وليس اماكن خاصه. هي تقل عن المستشفيات وتقل عن المدارس وتقل عن الجامعات. وهنكتب تقرير ونقدمه لوزارة الداخلية والمسؤولين أننا يحظر النقاب في محطات مترو لخطورته لحوادث اللي الناس بتتعرض لها من ناس تحت إسدال وتحت نقاب وبعد كده لا يعرف. كاميرات صورت واحدة لابسة خيمة ممكن يتم يعني ممكن يتم كمان مش مجرد ان خط شعر بنت وخط طفل بيحصل احنا على السوشيال ميديا. اي حد بيتابع على تويتر او على الفيسبوك بيلاقي فيديوهات لمنتقبات وبالاسدال وبيرتكبوا ابشع جرائم منها خطف اطفال منها دعاره منها تهريب مخدرات منها سرقه متاجر. كل دي وفيديوهات متصوره يا جماعه احنا مش يعني بنفتري على حد. النقاب والاسدال تجرى من تحته او من سترته جرائم ولا يعرف ولا يتدلى على الجاي لانه متخفي. يعني عارفين ان الجماعه الملثمه دي اللي بتخش تسرق بلوك دول ابشع منهم. على الاقل ملثم تبقى باينه منه بعض الملامح لكن حتى جسمه بيبقى واضح حجم جسمه ايه. لكن المنتقبه ديت ولا اللابسه اسدال دي معاش معروف ابعادها ايه ولا يقدروا يوصلوا لها ازاي. قال لك سرعه ضبط احضار المنتقبتين. طب هتعرفوهم ازاي؟ عشان كده من 2012 لحد النهارده ولحد 100 سنه قدام محدش عارف يوصل للناس ديت. يعني احنا عملنا يعني الحمد لله ان 2016 ونجحنا صدر القرارات بحظر النقاب في داخل المستشفيات في المدارس وفي الجامعات. والدكتور جابر النصار هي كان فضل كبير جدا جدا في هذا الشهر بدا في جامعه القاهره. لكن للاسف الشديد ان عاد وزاره التربيه والتعليم عاد فيها النقاب وعاد فيها المدرسات والمنتقبات مره اخرى. وانا حقيقه يعني الدكتور شاوي انا مش عارف ساكت حتى امتى. وانا عندي حاجه واقعة خطيره جدا كمان. انا يعني اسوأ ما يكون الحقيقه في قطاعات الدوله والتربيه والتعليم. انا عندي يعني عايز اقولها على الهواء مش هتفرق منها. يعني انا عندي السكرتير بتاعتي مسلمه والسكرتيره غير محجبه. ابن اختها كان عاوز يجي المدرسه اسمه احمد. طبعا هم لما شافوها كده رفضوا الامنيه ابن اختها اثنين ولا انا شافوها ان هي يعني مش منقبه. البنت دي ممكن تيجي تحكي على طول. والمهم بقى الورق لقوا الورق هيتنقل احمد. فلا لا لا اتفضل مش مشكله. دي خالص. فدي الحقيقه انا بقول لي يعني الحاجات دي بتعكس يعني الحقيقه يعني ان ما زال في التعليم وفي مفاصل الدوله ما زال في يعني اخوان سلفيين هابشون اي تقدم تم للدوله.
مظبوط، اتفق جدا معاك، واتمنى ان شاء الله ان توقف هذه الظاهره طبعا من قبل الدوله واجهزتها في اسرع وقت ممكن، لانها تسبب فعلا انتكاسه، انتكاسه في حقوق المواطنه في مصر، انتكاسه في السلم والامن اللي احنا بندعي ان احنا عندنا سلم وامن، وده عكس ما هو الواقع في الشارع وفي المترو وفي كل حته في مصر. اشكرك جدا معالي المستشار لمتابعه هذه الحاله، ونتمنى عدم تكرارها، ونتمنى كمان الدولة تسعى في القبض على المنتقبتين أو ما وراءهم بقى من جماعة أو من معرفش بقى، النهي عن المنكر والجماعات الجهادية ديت فعلا متواجدة في مصر زي السعودية ولا لأ. أشكر جدا معالي المستشار نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان.